عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. الرجاء غيلعب مع سوالم في ماتش اللي غيكون صعيب، وصعيب بشكل كبير. علاش؟ لان الظروف الحاليه ديال الرجاء، زائد غنلعبوا مع مدرب اللي كيعرفنا مزيان. صحيح انه خسر معنا في الالي ب3-0، ولكن كيعنيش ان السوالم غتكون لقمه سائغه. اللي كنتمنوا حنا هو يكون الفوز بطبيعه الحال الرجاء. لكن قبل ذلك غادي نقول بلي الرجاء حاليا غيكون المدرب بطبيعه الحال اللي تكلف هو البكاري ومباركي. مباركي اللي غيكون في اللي غادي يكون، ان البكاري غيكون في مدرجات. بطبيعه الحال كنا ذكرنا ان البكاري واش قانوني ولا ماشي قانوني، لاش؟ لانه كان ديجا كان مع الشابي، وحنا كنعرفوا القانون اللي حاطه الجامعه في المغرب. لهذا غيكون في المدرجات، ومباركي هو اللي غيكون في كرسي احتياط. بالنسبه للمدرب، كاين العديد من الاسماء اللي كيطرحوا، كل واحد واش من سميه. والله شيء كيضحك انه كتشوف شي واحد كيقول لك كاتب شي سميه، وهذا هو رجل المرحله من غير هذا الشاشات. كتجي واحد اخر تاهو كتلقاه كاتب سميه اخرى، كتلقى ليه شي تصويره ديال شي مدرب اخر، هذا هو رجل المرحله ومن غير هذا، هذا هو اللي كيحك الجلد. كتلقى الاخر يقول لك هذا هو اللي خدام لينا، كتلقى الاخر هو اللي خدام لينا. الجمهور اللي جيتي تتبع الجمهور، اللي تخرج على الفرق، لان كل واحد اش كيتشهى. هادشي علاش قلنا خاص في الرجاء تكون خاليه تقنيه. وانا كنشوف ما عمرني غنسكت من هاد الخاليه التقنيه اللي غتكون، لان خصنا خاليه تقنيه تكون في الرجاء، او لجنه تقنيه للاختصاص ديالها الانتدابات، مدربين مشى خصنا هما نقلبوا على مدرب، المواهب تكلف التكوين، لجنه اللي تقدر دير هادشي كامل. اما رئيس اللي ما سامع ما عارف والو في الامور التقنيه ونجي نقول غادي ينجح بوحدو، ما يمكنش. الان كاين هاد اللجنه اللي كدرس دابا، واحد اللجنه اللي ما قايلينش شكون فيها، حتى واحد ما يكذب عليك اللي يقول لكم شي سميه ولا يقول حتى ما قايلينش شكون اللي فيها. كيتراسها انيس محفوظ، وتصور لجنه تقنيه كيتراسها انيس محفوظ. خويا عطيناش من ديبلوم، عندك شي ديبلوم، عندك بي سي دي ا، عطيناش شي لعبه، عندك تقنيه، راه بحالنا بحالك اصاحبي. مالاش انت اختصاص ديالك محامي، كنحترموا الاختصاص ديالك، ولكن ما تخشيش راسك في شي امور. رئيس ولكن دير لا ناس اللي مختصين باش ما نعاودوش نغلطوا بحال الغلطه اللي غلطتي هاد المره. شو شحال ديال الفلوس الرجاء تخلص هكاك؟ لا فلوس لا نتائج، للاسف شديد. والله وكنعاودوا نفس الحاجه، لجنه كيترأسها انيس محفوظ. يلا شكون هاد انيس محفوظ؟ واش درب؟ واش دار؟ واش من خبره؟ واش من درايه عنده بالامور التقنيه؟ من العيب والعار انك تشوف لجنه تقنيه اللي مكلفه باش انها تختار مدرب مناسب لهذه المرحله، كتلقى الرئيس ديال اللجنه هو انيس محفوظ. والله الا كيبقى في كل حال، والله ما عرفتش اش خاطي راسو في اي حاجه. خويا يكون واحد اللجنه تكون كتيق فيها، وتكون عندهم الكفاءه بطبيعه الحال، وخليهم هما يتحملوا المسؤوليه. ماشي تحمل المسؤوليه نتايا ما كتعرف والو، انت غلطتي، غلطتي غلطه قد قد، زعما ما يديرهاش شي واحد هاد الغلطه اللي غلطتي انت. على اي ماتش ديال الرجاء والسوالم، ماتش اللي غيكون صعيب، ماتش ما ساهلش نهائيا، لا للدراري لا للمباركي لا للبكاري. بالنسبه ليا غدا خصهم ياخذوا 3 نقاط باي وجه كان، لان الرجاء محتاجه ل3 نقاط. لا بغات تبقى غاده طامحه، وبقى عندها شي طموح انها تقدر تمشي في البطوله، وانها تقدر تصحح المسار، وانها تقدر ترجع. الا بغيتي تبقى غادي في المسار، تاخذ 3 نقاط ديال هذا الماتش، ومن بعد تفكر في الماتش ديال العصبة، ومن بعد تاخذ ماتشات ديال البطوله، باش تقدر تبقى غادي في السباق انك تنافس على لقب الدوري هذه السنه. ماتش مع الحيمر، الحيمر اللي خسر مع 3-0 في الماتش اللي قبل معانا، ما كنظنش ان الحيمر ما غيكونش تعلم من الاخطاء. ما كنظنش الحيمر انه ما وجدش لك الفرقه بشكل لازم، وقرا لك نقاط الضعف ديالك ونقاط القوه، وغيحاول يوقفك. الرجاء خصها تاخذ 3 نقاط باي طريقه. الدراري نتمنى انه تبان ان المدرب ما كانش كيعرف يوظفكم. نتمنوا ان يكون المدرب هو اللي كان غالط 100%. نتمنى الاداء ديالكم يبان احسن، ونتمنى تبان ديك الروح ديال الفرقه، وتبان ديك الهويه ديال الفرقه. حنا كنعرفوا دائما الرجاء ملي كتلعب
مع مدرب مساعد اللي كيلعب مع ماتش ولا جوج، دائما ما دائما الرجاء كتأدي احسن، ودائما اللعابه ما كيبانو متحرين. كنتمناو يبانو متحرين في هذا الماتش وياخذوا 3 بوان اللي غادي تخلينا غادي مزيان هذا الماتش، تخلينا غادي مزيان في البطوله. وبالنسبه للمدرب كنتمنى انهم ما يعاودوش يغلطوا، مابقاش مسموح لينا بالغلط نهائيا. فيرموس كل فراجه بزاف، ضيع بزاف نقاط، ضيع لينا بزاف لعابه، ضيع لينا زائد بزاف ديال الفلوس. دونك هذا خطا كبير دار محفوظ. نهار الاول اللي جا في ليله الجام العام قلت باللي محفوظ فشل في هادي وفشل في هادي وفشل في هادي وفشل في هادي وفشل في هادي. كنتمنى نكون غلط وفي رئاسة الراجا ما يفشلش، اول امتحان فشل فيه للاسف شديد. حنا بغيناه ما يفشلش لانه دابا راه رئيس ديال الراجا، بغيناه ولا كرهناه. دونك حنا باغيين النجاح